السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة تاع اليوم، كيف ما عودتكم دائما، وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هذه الوصفة هذه تاع اليوم خاصة بزيادة الوزن عند الأطفال من سنتين فما فوق. كيف ما كتشاهدوا المكونات ديالها مكونات طبيعية وصحية. غادي نحتاجو في هذه الوصفه السمسم، يعني زنجلان. غادي نحتاجو فيها حبه حلاوه، يعني الشمر. غادي نحتاجو فيها الحمص، يعني اللي كيقدر اللي عنده الطفل ديالها ما كيقدرش ياكل الحمص، او اللي عنده المصران ما تستعملش الحمص، ممكن تستغنى عليه. غادي نحتاجو الحلبه اللي كيعرفوها كاع الناس. هاد جوج مكونات ديال الحلبة وديال حبة حلاوة هما مكونين أساسيين في هاد الوصفة هادي. أما بالنسبة للسمسم أو الحمص اللي بغا يستغنى عليهم ماشي مشكل. بالنسبة للسمسم فهو مفيد بزاف للأطفال وحتى الكبار، وهاد الوصفة هادي ممكن يستعملوها حتى الكبار اللي عندهم فقدان الشهية. الكمية، الطريقة ديال التحضير ديالها، غادي تاخدوا مقادير متساوية. من بعد ما تكونوا مثلا مقدار ديال كاس صغير ديال السمسم، من بعد ما تكونوا نقيتوه وحمرتوه وطحنتوه، يعني البودره ديال السمسم كاس، والبودره ديال الحمص طايب كاس. الحمص فهو جاهز، كيتباع جاهز، خذوه وطحنوه وغادي تحصلوا على خذوا منه كاس في هذا القياس هذا. وغادي تاخدو كاس ديال حبة حلاوة مطحون، وغادي تاخدو كاس ديال الحلبة تا هو مطحون. غتاخدو نفس العبار، يعني كاس صغير من كل حاجة. من بعد ما تكونوا نقيتوها وحمرتوها وطحنتوها، هاد المقادير هادي غادي نخلطوهم في شي قرعة ديال الزاج. اللي بغى يزيد عليهم الذرة، دقيق الذرة حتى هو مفيد بزاف للاطفال. اللي ما بغاش يزيد عليهم، اللي عنده دقيق الذرة يزيدو، اللي ما عندوش ماشي مشكل ما يزيدوش. المكونات غادي تخلط كامله ودار في واحد القرعه تاع الزاج، وغادي تبداو تناولوا منها، تعطوا الاطفال ديالكم منها في اي حاجه كيحبوها الاطفال. مثلا تاخذوا واحد الياغورت ديال الشوكولات صغير، تضيفوا عليه معلقه صغيره من هاد المكونات هادو، وياخذهم في الفطور باش يبقى النهار كامل هو عنده الشهيه مفتوحه. اما بالنسبه للكبار ممكن ياخذوا جوج معالق، يعني وحده في الصباح وحده في العشيه قبل الماكله. دائما تتكون هاد الوصفات اللي فاتحه للشهيه دائما كتكون قبل الماكله. الطفل ديالك لما بغاش ياكل الشوكولا ممكن تعطيه ليه مع المربى، معلقه تخلطيها ليه مع المربى، او لا ديريها ليه في الخبز، يعني مع المربى ولا الشوكولاته هي ديريها ليه في الخبز. المهم هاد الطريقه هادي تعطيها للطفل ديالك بالشكل اللي كيبغي هو يتناول. تقدري تخلطي ليه المعلقه مع العصير او لا مع الحليب، باي طريقه كيحب يتناول بها. المهم هو يتناول هاد الوصفه هادي معلقه صغيره في النهار. المده ديال الشهر غادي تلاحظي سيدتي ان الطفل ديالك ولا كيتناول الاغذيه ديالو بشكل طبيعي، وحتى الوزن ديالو غادي يبدا يتزاد عنده. كنتمنى احبائي الاعزاء انكم تجربوا هذه الوصفه هذه، لانها وصفه طبيعيه كيف ما كتشاهدوا المكونات كامله صحيه. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء اللي ما فهمش شي حاجه ممكن يخلي السؤال ديالو في لي كومونتير، غادي نجاوب عليه باذن الله. وكنتمنى منكم ايضا انكم ما تبخلوش عليا بالدعوات ديالكم والتشجيعات ديالكم، وتنضموا لي القناه وتشجعوني بلايك باش دائما يوصلكم الجديد. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.